يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان درجات الحرارة المتوقعة غدا على معظم محافظات ومدن الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 26، الصغرى 18، الإسكندرية 26-19، مطروح 24-20، بورسعيد 26-22، الإسماعيلية 28-16، وجوها مائل للحرارة. بالنسبة للسويس 28-17، العريش 25-17، طابة 25-16، شرم الشيخ 32-24، الغردقة 32-21، وجوها حار. بالنسبة للأقصر 31-16، أسوان 32-17، الوادي الجديد 28-16، حلايب 30-21، شلاتين 31-21، وجوها حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.